لليوم تنجموا تكلمونا على 72328500. حبوا نسمعوا أصواتكم، أصوات زيادة كبار السن، الوضعيات متاعهم، كيفاش تشوفوا وضعياتكم داخل العائلات، العائلات متاعكم، هل أنتم مرتاحين مش مرتاحين؟ لأنه اليوم فما مستوى وعي، فما مستوى صحي، فما مستوى اجتماعي قاعدين نتعيشوا فيه مستوى كبير برشا، وإلا لا؟ هل مستحقين للرعاية الضرورية وإلا لا؟ تحضر معنا مدام هالة الورغي، مدير دار مسنين بجرومبيليا. مرحبا مدام هالة. عسلامة، سافا لاباس؟ إن شاء الله لاباس. عايشك. قبل ما نبدأ معك الحديث مدام هالة، خلينا نمشيو نسمعوا رأي العباد في الميكرو تروتوار، وراجعين معكم في أجورا. أجورا بالطبع عنده دور كبير ياسر بالنسبة للعائلة، سواء الأم أو البو. دور البو في العائلة دور كبير ياسر، يعني كلمته ديما هي تمشي، مخافة الخاطر للبو الكبير، فما مثال يقولوه دار بلاش كبير كي ثانية من غير بير، الحاجة الكبيرة ياسر بالنسبة للدار. بالنسبة للأم بتبيع، الأم عندها قيمتها زادة، ما نساوش الأم، قدروها برشا، فمتنا نحترموها، ناخذوا كلامها زادة، فمتني الأم تقول هي التكملة بتاع البو، يعني ما عندها زوزة هما يكونوا لازمين في الدار. بالنسبة للمسن في العائلة هو اللي يجمع العائلة الكل، خاصة مش يكون هو أم ولا أبو، ولا مش يكون جد ولا جدة، وحتى تبدأ فما إشكاليات ما بين الأخوة على شوية رزق وعلى الحكايات، معناها تافة عركة ما بين المرض خوها بمرض خوها، يجي عيد يجي مناسبة يجي مرض يجي كذا، عند ما يمشي واحد مش يزور فجأة يلقى أخوه الآخر اللي هو متكلم شوية عنده 6-7 شهور صب ويزور في أمه، هكاكا مش يحن، يجي في قلبك الحنانة أمه مش تكلمهم الزوز مع بعضهم، يعني هي نجم تقول هي نقطة الالتقاء متاع العائلة الكل، كذلك يرجعوا لها الخبرات متاعهم ويرجعوا لهم للعادات متاعهم ويرجعوا لهم البارشة يشاوروهم، حتى ما يكونوش مثقفين، الثقافة الحالية عندهم ثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم، عنده دور كبير كبير، وديما تلقى عنده أكس سماح. رجعنا لكم في أجورا، كنت أسمع مدام هالة في رأي العباد، بنعرفش يفرح الكلام؟ بيان سور حاجه تفرح ياسر، انه المسن مازال عنده المكانه الكبيره في الاسره، هي الاسره معناها تتكون من بو وام وجد وجده، الدفء هذاك العائلي اللي باش يخرج منه الصغير بعد انسان متوازن، معناها يفرح ياسر الكلام كيما هكا. فما كلمات تقالت يقرب القلوب، دوره كبير، ماخذه بالخاطر، قيمه الجد والجده لازمين في الدار، المسن يجمع العائله، عندهم ثقافتهم الخبرة، دونك لهنا مازلنا نحكيه على قيمة المسن داخل العائلة التونسية في وقتنا توا. احنا هو الوضع الطبيعي انه يكون المسن داخل الاسره نتاعو، معناها ما نخرجوهوش، ما يكونش منبت على العائله نتاعو، هو كبير الدار كما يقولوا، هو اللي عنده الخبره، معناها باش يعطيها للولد، باش يعطيها حتى الولد ولده، هو معناها هو الصغير كي يحس انه بوه مع كيفاش يعامل ماماته وكيفاش يعامل عزيزه، هو بيدو يحس بالأمان، هو بيدو نهار آخر يعرف كيفاش باش يعامل بوه ويعامل أمه، معناها هي حاجة تفرح برشا الحكاية كما هكا. قبل وتوا شلون تبدل؟ معناتها الجد والجدة أو الكبير في السن مازال يلقى بلاصتو في داخل العائلة؟ هو ما نجمش نقول هي منعدمة الحكاية، لكن أقل شوية من قبل، توا الوضع الاجتماعي معناها والضغط الاجتماعي خلى البو تخدم، البو يخدم، الأم تخدم، صغار في المكتب معش ساعات يبدأ المرض نتاع الكبير ما نجمش خليه وحده في الدار، شتو العبيد اللي عندهم الزايمر ديجا، ولا نسق الاجتماعي معناها اللي سريع جدا، معناها في الحياة اليومية، الحياة اليومية توا هو اللي يخلي المكانة نتاع المسن في الأسرة معناها مش كيما قبل. مظلوم المسن في تونس؟ ظالمين وإحنا؟ كيف معناها؟ ما نش نخمو فيه، ما نش عاطينو الحقوق متاعو مع الرعاية متاعو اللازمة، ساعات تشوف مسنين ما تموجودين حتى في الشارع. هي صحيح فما مسنين موجودين في الشارع، فما صغار ظالمين الكبار، هنسهلك، معناتها ساعات تلقى مثلا كوبل يعرس ينسى أمه وأبوه،
ما يقول لك انا ما نجمش خليهم في الدار مثلا. اي انا قلت لك انا هو هو ما يلزمش معناها، لكن النسق الاجتماعي هو اللي مخلي معناها الوضعيه تكون سلبيه بالطريقه هذيك. هو لكن هو ما يلزمش يكون هكاك في المجتمع التونسي نتاعنا، في المجتمع العربي معناها. باللي الام والبو معناها عندهم مكان كبيره في وعندهم دور كبير في الـ في الـ في, الـ في النواتي ذيك نتاع الكوبل. وشفتوا حتى ما تلقى صغيرك يكبر مع عزيزه ولا ما مات وما حاجه مهمه برشا، ان هو بيد وبعد يحس بالامان، يحس بعد كيفاش باش يعمل به وامه، خاطر مهما كان راهو احنا بعد باش نبدا باش نكبروا معناها كاينه نعطيو درس لولدنا كيفاش نعاملوا ابينا وكيفاش هما باش يعاملونا بعد. دار المسنين بجرومباليا خلينا نحكيوا عليها شويه مع تبي عجاله. اللي يقول دار المسنين معناتها فما مجموعة من المسنين موجودين، بالخدمة متاعها الخدمات متاعها كيفاش توفرهم؟ هي أول حاجة هي هما دور المسنين هم مؤسسات رعائية، معناها يرعاو المسن من حيث معناها المأكل متاعه، من حيث الصحة، من اللباس، الترفيه. هي مؤسسات معناها تضم فئة هشة من المجتمع، ما عندهمش سند مادي وما عندهم سند معنوي. معناتها مش المسنين الكل، مش المسنين الكل لا. فما شروط الدخول لدور المسنين، معناها انه يكونوا ما عندوش سند، معناها عنده ود. هو احنا ماذا بينا كما قلت لك الوضع الطبيعي انه يكون في عائلته، يكون في عائلته وده موجود، علاش مش ولده اللي هو يكفله؟ فهمت؟ علاش مؤسسات الرعايه هي اللي تكفله؟ فهمت؟ لكن هو كي جينا لمؤسسات الرعايه احنا مش نحتضنوه، احنا مش نحاولوا نوفروا له لو ماكسيموم، احنا مش نحاولوا نكونوا ام وبو، باش نحاولوا نوفروا له كل المقومات معناها انه تعوضوا له الحرمان هذاك نفسيا ولا اجتماعي. سورتو نفسيا، معناها هو باش يجي راهو مش كيما مسن ساكن في داره معها ولده معها اولاده كلها، كيما مسن ساكن في مؤسسه معناها رعائيه، مش كيف كيف. مهما وفرت له، أنا كان تحبوا نحكيو، مهما وفرت له احنا نوفروا له كما قلت لك الصحه، نوفروا له اللباس، نوفروا له الماكله، معناها هو حاجات هذوك مطمئن لانه موجود، ماهوش باش يمشي باش يكتسبهم وكل موجودين الكل ونخرجوهم وكل. مي انه طب حاجه ما تنجموش تعوضها، ما تتعوضش ومهما حاولت انت. احنا رانا نعيشوا معاهم كانه ولينا هما افراد من العائله نتاعنا، معناها ساعات ندخل وما تدخل بيرو ولا ما تدخل لها تكلمها خالتي حبيبه، خالتي خديجه باش تحكي معاهم اصبح الخير عم لمجد، فهمت كيف؟ لكن مهما كان راك ماكش باش تعوض، راه ماكش باش تعوض الحاله النفسيه، راه ماكش باش تعوضها بالكل. التعامل معاهم صعيب، تعامل مع المسن ساعات تلقى مثلا مسن طبيعته صعيبة، ساعات تلقى ما يقبلش الآخر، ساعات تلقى مكثرهم ما يقبلوش الآخر. شو الحاجات اللي تصعب كي مش تعامل معه؟ تحاول كل واحد، خاطر هو كل حالة راي وحدها، معناها على حدة، مش الكلهم تعاملهم نفس المعاملة، خاطر كل واحد جايك عنده مخزون، عنده تاريخ متاعه، عنده اكسبيريونس معناها تجربته وخبرته في الدنيا، عنده تجربته وخبرته في الدنيا هي اللي كونت له شخصيته، والشخصية هذيك تختلف من إنسان إلى آخر، معناها حتى في طريقة التعامل. أنت حتى في الدار مش كما ولدك هذا باش تتعامل معاه، كما ولدك هذا باش تتعامل معاه، كل واحد والطبيعة متاعه، فهمت؟ مش كون ما يحبش يتكلم الصباح راك ما تكلموش، الاخر من الصباح يبدا هو زاهي وكل. تحضر لهم الطبيعه نتاعهم دوك. تحضر، احنا نعيشوا معاه، نحفظوا تعب نتاعهم، تعرفوا هذيك خليه تويك ما تكلموش تو بعد. مع بعضهم يحكيوا معناتها؟ مش برشا. علاش؟ مش برشا. تلمهم كي تبدا فما اكتيفيتي حاجه هكا، تحاول انت لو ماكس تحاولش تخليهم، وهما ما يحبوش لكن انت تحاولش تخليهم. شنو القصص او معناتها الحاجات اللي سمعتهم من عند مسن او معناتها نحكيو لهنا مره ولا راجل، معناتها قصه قعدت لك في البال معناتها من حياته من تجربته؟ انا مثلا اللي حزت في نفسي نجم نقول لك، معناها حست في نفسي انا مسن مثلا يحب يمشي بحذا ولده، هزيناه بحذا ولده، بعد العشيه كلمني ولده قال لي اجا هز فلان الفلاني
قلت له فلاني فلان شمع انت شكونك؟ قال لي انا ولده. قلت له قولي بو قولي بابا. اجا هز باب ودو بلوس انت متنشوش تجيبه معنا سمجالك الصباح معناها بتجي تهزو توا العشيتي هو مازال ما شبعش منك معناها مازال يا اخي يقعد مثلا 3 موا 4 موا ما يشوفوش معناها انا كي هزيته لك وشو مازال حتى ولد ولده مازال ما اجا هزو معناها فريمون معناها توجع توجع بيان سور توجع هذا الظلم اللي نحكي عليه اي توجع. مازلنا واصلين معاكم في أجورا مازلنا نحكيوا على وضعية المسن داخل العائلة التونسية تجاربكم انتم المسنين اللي يسمعوا فينا رجال كبار سيال كبار نحبوا نسمعوا صوتكم نسمعوا تجربتكم كيفاش عايشين داخل الأسر متاعكم فيها بيئة زادة حتى الصغار في العمر زادة يكلمونا زادة باش نعرفوا زادة كيفاش انكم تتعاملوا مع كبار السنة رايكم في موضوع اليوم تنجموا توصلوا على 72-328-500 تنجموا زادة خليوا لي كومنتير متاعكم على الباج فيسبوك راديو ميت تونسي ورجعين معكم في أجورا ما تبعدوش.